التفاصيل الكاملة لاتهام تركي الحمد بازدراء الأديان، وهذا أول رد من الكاتب السعودي حول إساءته للبخاري. أثارت تغريدة الكاتب والمحلل السياسي السعودي تركي الخمدة اعتبر فيها صحيح البخاري متناقضا مع القرآن الكريم حالة من الجدل الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لينشئ المهاجمون هاشتاج تركي الخمد يسيء للبخاري ليتصدر المواضيع الأكثر تداولا على تويتر بالسعودية. وتحدث الحمد عن الصور المسيئة للنبي محمد والأزمة التي أثرتها، مطالبا بانتقاد التراث الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات حسب تعبيره. وكتب الحمد في التغريدة: قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري. من خلال هذا الكتاب ومقارنته بالقرآن الكريم أجد أنه يتناقض معه تماما. وجرت تلك التدوينة على صاحبها انتقادات لاذعة وصلت إلى حد اتهامه بازدراء الأديان والمطالبة بمحاسبته. وبعد الضجة التي أثرها لاعتبار كتابه متناقضا مع القرآن، على الكاتب السعودي تركي الحمد لاعتبار البخاري من أعلام الإسلام وأن تغريدته السابقة فهمت بشكل غير صحيح. وكتب الحمد عبر حسابه في تويتر أنه في تغريدة سابقة ظن البعض أنني أسيء لعلم من أعلام الإسلام وهو الإمام البخاري رحمه الله، وهذا فهم غير صحيح. وأضاف الحمد: فقد ننتقد شيئا في تراثنا بصفة عامة، ولكن مكانة البخاري وجهوده وتاريخه وإنجازاته أمور لا يرقى إليها الشك أو القدح، فرحم الله البخاري وجزاه خير الجزاء على جهده في خدمة الإسلام. وتسببت الرسوم الساخرة التي نشرتها صحيفة شارلي إبدو الفرنسية للنبي محمد في موجة غضب في دول إسلامية واعتداءات على فرنسيين ومصالح فرنسية. وأعادت الصحيفة نشر الرسوم في سبتمبر بالتزامن مع بدء محاكمة 14 مشتبها بهم متهمين بالتواطؤ في الاعتداء الذي نفذه متشددان على المجلة في يناير 2015 والذي أودى ب 12 شخصا. وأقدم شاب شيشاني عمره 18 عاما على قطع رأس مدرس تاريخ فرنسي بعد حملة على منصات التواصل الاجتماعي نددت بعرضه الرسوم في إطار حصة حول حرية التعبير.